معي للحديث عن الدراما المصرية ودورها في إعادة قراءة التاريخ وصناعة الوعي الناقدة الكبيرة الأستاذة ماجدة موريس. الناقدة الكبيرة الأستاذة ماجدة موريس من الإسكندرية إلى الدراسة بكلية الآداب جامعة القاهرة إلى عالم الصحافة بجريدة الجمهورية ثم الكتابة المتخصصة في النقد الفني، تنوعت كتاباتها النقدية بالصحف المصرية والعربية من السينما إلى الدراما، وانحازت في مقالاتها لقضايا الوطن والأعمال المصرية التاريخية والاجتماعية، ودعت دائماً إلى دعم صناعة السينما والدراما والمسرح كأهم أدوات الدولة المصرية وقوتها الناعمة.